إذا هنا تختار هنا تختار الجنس، يعني يا تريد أن تكون بشر أم جان أو جان الظلام أو غول أو قزم أو الكاميل. إذا بالنسبة للبشر هؤلاء هم البشر، ثم مثلا الجان شكلهم هذا هو شكل الجن، يعني جن النور مثل الملائكة مثلا. ثم لدينا شاب جن الظلام من هنا، إذا جن الظلام يعني مثل الجن الشرير أو الشياطين تقريبا. ثم لدينا شعب آخر وهو شعب الغول، يعني هذا هو الشعب. إذا تماما مثل لعبة زمن المحاربين قبل أن يتم إغلاقها. إذا لدينا القزم الأقزام شعب الأقزام، ثم لدينا الكاميل. الكاميل يتميزون بأنهم يملكون الجناح. أيضا تختار الشعب الذي يناسبك هنا وتختار التخصص. طبعا في البداية تكون مقاتل، ولكن بعد ذلك تقوم بترقية شخصيتك من مقاتل إلى تخصصات أخرى. نختار أول المقاتل، ثم بعد ذلك نختار ذكر أنثى مثلا. ثم هنا تختار الشكل، لابد أن تختار أولا هنا، ثم هنا تختار تسريحة الشعر. هناك العديد من تسريحات الشعر، تقريبا 7 تسريحات، وهذه ألوان. طبعا في هذه اللعبة يمكنك أن تحصل على تسريحات مميزة داخل اللعبة، وأيضا لون مميز يعني بداخل اللعبة. ثم الوجه، أيضا شكل الوجه يمكن أن تحظى بشكل مميز باللعبة، يعني عن طريق شرائه إلى آخره. ثم يعني شعب البشر مثلا، تخصص مقاتل أو روحاني، يعني كل شعب والتخصصات الموجودة فيه. يعني تكون مثلا في البداية فقط تكون إما مقاتل أو روحاني، لكن من بعد ذلك تطور يعني شخصيتك، يعطيك تخصصات أخرى. مثلا هناك تخصصات خاصة بالمقاتل وتخصصات خاصة بالروحاني. الأنثى في شعب البشر، ثم الشكل جيد جدا، ثم لدينا الذكر. هذه هي، هذا إذا اخترت مقاتل. ديك روحاني مثلا، روحاني يعني الساحر تقريبا، يعني تخصص الساحر، فيعطيك عندما تقوم بتطوير شخصيتك يعطيك تخصصات أخرى خاصة بالساحر. هنا أنت جن الظلام، أنا ذكر جن الظلام. ثم الشعر، في جن الظلام لا يمكنك تغيير لون البشرة، في كل الشعوب لا يمكنك تغيير لون البشرة. هذا ذكر مثلا، وهذه أنت جن النور، تميزون بشكلهم الجميل. لأن مقاتل الغول وأنت الغول، ذكر القزم وأنت القزم، الفتاة الصغيرة. سوف اختار البشر وضع تخصص مقاتل، لأنني أحب القتال عن قرب، أما إذا كنت تحب القتال عن بعد فتستعمل التخصص الروحاني يعني الساحر. هذا ليس تخصص، يعني هذا مجرد تخصص أول أكرر. بعد ذلك يمكنك أن تقوم ب يعني ارتقاء واختيار تخصصات أخرى. اختار ذكر واختار الشكل، يمكنك التدوير هنا. هيا سأترك تسريحات الشعر بهذا الشكل. إذا شكل الوجه، هناك 3 أشكال فقط. نعود وضع له اسم، سأسميه يامي كازي. وضعت جديد هنا الدخول. حلة جديدة. كيف يبدو؟
وخرافية جدا، الواقعية الواقعية رائعة جدا. انظر إلى هذا. واو واو واو، لقد اشتقنا لهذا، هذه الواقعية. انظر إلى الواقعية، ناهيك عن تلك الألعاب. انظر إلى هذه الواقعية، كيف حالكم؟ الخريطة، يا سلام. إذا يمكنك أن تتحرك بالماوس، انظر التبعيد، انظر انظر إلى التبعيد، انظر انظر إلى هذا، هناك من يبيع هنا محل شخصي. انظر كم يمكنك التبعيد، هذه اللعبة خرافية جدا. ماي جاد. ثم التقريب، انظر الى الاضافات، النظارات. يمكنك تدوير الكاميرا بالماوس. ومرحبا بكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة قادر جيمر. مرحبا بكم في أسطورة نورسن الرائعة والعربية. هذا من هنا تكتب مباشرة، لو كنت تتحدث إلى من حولك تضغط تكتب مباشرة. أخباركم؟ هاي مكتوبة هنا، ما أخباركم؟ واو، تم تغييرها بالكامل، انظر، واو، ديكور جديد يا إلهي. يعني هذه اللعبة مختلفة جدا عن أمام الشعوب، لماذا؟ لأنك تشعر يعني فيها بالواقعية، واقعية كبيرة جدا، والكثير من التفاصيل والجرافيك ممتاز، ورغم انها بهذا يعني بهذا الجرافيك الا انها تشتغل في ايضا في يعني الاجهزة الضعيفة، وايضا تشتغل، وهذا شيء مهم، بالانترنت الضعيفة ايضا. واو، انظر الى هذا، رائع. هؤلاء اللاعبون يبيعون اشياء هنا. اذا هنا المهارات الفعالة هي التي تستعملها، ومهارة الكامينة مثل أمام الشعوب، يعني مهارات تعطيك تأثيرات ولكن لا يمكنك أن تستعملها. لنتفحص القوائم، لدينا الحقيبة، وهذه هي حقيبة أسطورة نورسن، ولدينا مجموعة دعم المقاتل درجة دي، نعم مثل تقريبا لعبة أمام الشعوب، فيها أيضا للأسلحة الرطب. الرطب هنا هم درجة يعني درجة الأسلحة والدرع إلى ذلك، ويعطينا نقوم الآن بارتداء اللباس. مهلا، ننتظر، نقوم بالتقريب ثم نقوم بالارتداء هذه الألبسة التي أعطوها لنا. نضع هنا ونضع سلاحين، نضع الترس ايضا، ديك ايضا سيف لازالته، تضغط هنا سيف، طبعا تضع المؤشر عليه يعطيك المعلومات. لماذا ساستعمل سيف واحد ام سيفين؟ لليدين. حجرين يعني، لدينا هنا السيف، إما سيف وترس أم سيفين، سأترك السيف. كي تقوم بنزع النظارات فتضغط هنا، وأيضا لنزع القبعة على شكل البطيخ. على الإضافة الخرافية، أظن أنه موسم البطيخ. قم بتغيير ايضا الخوذة،
ممكن يكون الضغط عليه دوبل كليك مباشرة يقوم بارتدائها بدون يعني الأشياء. البطيخة هي أداة زينة يعني مجرد للديكور، نعم فقط للديكور. اوكي ماذا لدينا ايضا اذا لم يخص الحقيبة؟ طبعا لدينا اشياء اخرى هنا بالحقيبة لنرى. طبعا هنا لما يعني معدات، لدينا مواد المستهلكة، المادة الخام والى اخره. مقدار المال الذي يوجد لديك هو 1000 يعني. الدليل التعليمي، طبعا هنا الدليل التعليمي شيء غير مهم، غير مهم. لدينا هنا شيء غير مهم جدا، هو اثناء القتال تستعمل هذه وهي طلقة النفس. ناتي بها الى هنا، ناتي بها الى هنا، اتركها هنا. اذا نكتشف باقي اللوائح. لدينا اذا اكتشفنا المحفظات، ثم لدينا الشخصية، نافذة الشخصية. اذا هنا هذه شخصية تكلا شقي الدم و ام بي و الدم الازرق يعني التي تستعمل به المهارات السحرية، ثم السي بي تقاتل به في قتال لاعب ضد لاعب. ثم لدينا الخريطة، طبعا الخريطة شيء مهم جدا دائما. اذا نضغط هنا على هنا زائد او ناقص و تكبير الخريطة، نضغط تكبير الخريطة لنرى الآن خريطة العالم. نضغط هنا على ناقص وانظر إلى اللعبة العملاقة والأشخاص الذين لا يعرفون لعبة لينج 2. انظر إلى يعني الخريطة العملاقة جدا. انظر 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 انظر، قد تظن أن هذا هو الحجم يعني الوحيد اللي اللعبة، ولكن أنتم مخطئون. فهناك مكان تركب فيه يعني السفن، وهناك أيضا مكان تركب فيه المنطاد وتغادر إلى قارة غارسيا. وغارسيا عالم آخر، انظر كم من منطقة أخرى موجودة في غارسيا، مناطق سرية وواسعة جدا. واو. طبعا لتعود الى المكان الذي انت فيه تضغط فقط على الموقع الحالي هنا. تريد ان تبحث عن عضو البارتي يعني عضو في الفريق، تضغط على عضو البارتي فيوريك المكان. اذا هذا ما يخص الخريطة. ثم المهمات، نضغط على نافذة المهمات هنا، المهمات الفردية المتكررة، ثم مهمات تحويل التخصص يعني الاختبارات وغير ذلك. ثم لدينا نافذة الكتيبة عندما تكون منضم إلى كتيبة، جميلة جدا. ثم لدينا الفعاليات، الفعاليات هي الأشياء التي تقوم بها. مثلا وقد فزنا، اضغطوا اشتراك على قناة غدير جيمر من فضلكم، انا انتظركم ان تضغطوا على اشتراك في قناة غدير جيمر. هيا لقد نسيت لايك. لقد نسيت لايك. لا بأس. في نفس القائمة لدينا يعني ايقونات اخرى، مثلا البارتي يعني الفريق في هذه اللعبة، البارتي تعني الفريق. مثلا هنا هذه الايقونة انفايت تعني دعوة للفريق، ولدينا ليف بارتي يعني مغادرة الفريق، ثم ديزميس بارتي ممبر يعني طرد احد افراد الفريق، هذه العلامة. ثم لدينا بارتي ماتشين، ديسباد بارتي ماتشين ويندو تو سيرش فور بارتيز، اذا هنا للبحث عن فريق، نضغط عليها للبحث عن فريق. ثم هنا لتغيير يعني قائد الفريق، تغيير قائد الفريق. ثم هنا انفايت سيليكتد تارجت، ثم هنا بارتي ديول يعني قتال الفريق، فريق ضد فريق تقريبا. ثم هنا لدينا ايضا اوامر اخرى في هذه النافذة، هنا الجلوس طبعا، ثم هنا الجري. بالنسبة للجري يمكنك فقط الضغط دوبل كليك
وسوف يقوم بالجري، يقوم بالجري إذا ضغط مرة واحدة يقوم بالمشي فقط هكذا، أما إذا ضغط مرتين فهو يقوم بالجري طبعا. أو نتحدث مع صديقنا، نعم إذا يمكنك أن تتحدث يعني في هذه اللعبة مثل لعبة من الشعوب طبعا، تلتقي مع أصدقاء وتقوم بإنشاء صداقات وتتحدث معهم. هناك نافذة الدردشة هنا في هذا المكان طبعا، هنا لتحدث فقط، لتتحدث مع الجميع تضغط انتر ثم تكتب مباشرة بدون الضغط على انتر وتكتب، ثم اكيد نافذة التجارة هنا، نافذة البارت يعني الفريق، ثم هنا الكتيبة التحدث مع الكتيبة، التحدث مع المتحالفين من التحالف من آخره، في نافذة الشط هنا بالأسفل. طبعا اللعبة فيها نظام الزواج أيضا، هناك أيضا بوز وات ماذا هناك الرقص مع كوبل دانس يعني الرقص مع صديقك هيا نرقص يا صديقي هيا نرقص، اقبل دعوة الرقص. في هذه الخارطة يمكنك تصغيرها أو تكبيرها طبعا. أين تغادر؟ عود للوراء. إذن الأشياء المهمة أيضا هنا هو private store، هي إنشاء يعني متجرك الخاص، ثم هنا متجر خاص للبيع، ثم هنا متجر خاص للشراء. نعم هنا للبيع، السيل هو للبيع، باي يعني للشراء، وأيضا هذا هو المهم، ثم اكستشينج يعني تبادل مثل المتاجرة في لعبة من الشعوب، ثم بيك اب يعني التقاط الاشياء التي تسقط من الوحش، غالبا تكون هنا هي اف 4 اخره. اذا هنا بالاسفل لدينا معلومات اخرى، هنا لدينا البارتي نبحث عن الفريق، هنا نافذة الفريق، ثم لدينا هنا المايل يعني صندوق البريد كي ترسل البريد لأحد الأصدقاء موجود، ثم لدينا هنا تضغط على قائمة النظام لتفتح المزيد من القوائم، خروج من اللعبة، إعادة البدء، ثم الخيارات، الخيارات هنا بالنسبة إذا كان لديك الجرافيك مثلا، إذا كانت لديك اللعبة ثقيلة أو غير ذلك أو جهاز ضعيف تقوم بتعديل هذه الخيارات. إذا في أي مكان تجد فيه متوسط تجعلها منخفض جدا، ثم تضغط تطبيق كي تحظى بأفضل أداء. لدينا نوع من الإعدادات أخرى هنا، إعدادات الأنتروفيس، ثم لدينا الماكرو، ثم صندوق البريد كما قلنا، وطبعا نافذة المهارات موجودة هنا، كتاب الوصفات العامة هنا للتصنيع، هذه تستعملها للتصنيع جيد، ثم هنا لدينا تحسين المهارة لتقوية المهارة طبعا للمستويات المتقدمة. اذا مثل لعبة من الشعوب دائما، اذا تضع في اف واحد المهارة التي ستقاتل بها، بما اننا نحن في ليفل واحد فقط يعني هنا ما لا يعني لم نتعلم بعد اي مهارة، فسوف نقاتل بهذا السيف يعني الطق الهجوم يعني الهجوم موجودة في اف واحد، يعني هذه الخانة تعني اف واحد، هذه الخانة تعني اف اثنان، وهذه الخانة تعني اف ثلاثة، تضع تلك المهارات في هذه الخانات كي تقاتل بها مباشرة، تضغط فقط على اف واحد للضرب بهذه المهارة، اف اثنان للضرب بتلك المهارة الى اخره. اذا كيف نبدأ الان اللعبة، كيف نبدأ عندما تدخل اللعبة نورسين، كيف تبدأ اللعبة؟